صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنتكلم عن Lecture 6، وهي هنتناول من خلالها الكالرز كنوع من انواع الاليمنتس اوف ارت اللي احنا اتكلمنا عليهم بشكل مسبق. الكالرز عشان هي فيها تفاصيل كتير جدا هتكون متقسمة على المحاضرة الستة والمحاضرة السابعة. وللتذكرة احنا خدنا مجموعة من الالمنتس المختلفة، ابتديناها باللاين وبعد كده الشيب والفورم، وبعد كده اتكلمنا عن السبيس، واتكلمنا عن بعد كده التكستشر والباترن والفاليو. النهاردة كلامنا عن الكالرز، تعتبر من ضمن الالمنتس المهمة جدا. لما نيجي ننتقل للسلايد التالتة هنبتدي نتكلم عن بدايات اللون واللون بيجي منين. تمام، مهم جدا نعرف ارتباط الضوء باللون. فموضع سؤال مهم جدا ان بتجينا ككمبليت او مالتيبل تشويس، ان array of light is a source of all colors. دايما بيكون الضوء او مصدر الضوء هو المصدر الاساسي لوجود اللون. يعني كل ما كان الضوء بالنسبه لي مناسب وواضح وقوي، كل ما كان درجه اللون واضحه بالنسبه لنا. طيب without light color doesn't exist، بدون الضوء بيبتدي اللون قوته ووضوحه ونقائه يقل. يعني لو نتخيل ان احنا موجودين في غرفة مظلمة على سبيل المثال، بنلاقي ان التفاصيل اللون المختلفة للملابس مثلا الالوان الحوائط وخلافه بيكون شبه درجات رمادية ملونة، ما بتبقاش اللون واضح بقوته والايه اللي نقدر نشوفها في حاله الضوء العاديه. طيب من ضمن الحاجات الهامه جدا هو فكره الرينبو او القوس قزح. ده بنقدر نقول دايما ان الضوء وفقا لنظريه المنشور الزجاجي، ان الضوء بيقسم لالوان الطيف، اللي هي السبع الوان اللي بنشوفها في الوان الطيف. ده برضو بيكون مرتبط بفكرة اللون والضوء ومدى ارتباطهم ببعض. ننتقل لسلايد 4، هنبتدي نتكلم عن التأثير الخاص باللون على الأداء بتاعنا. Colors can affect our performance, abilities and change our moods. دي جملة تعتبر مهمة جدا، دايما بتيجي في موضوع أسئلة ممكن تكون في صح وغلط. والجملة دي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نفهمها بصورة اوضح شوية. انا دلوقتي لما بكون محاط بدرجات لونية في الغرفة اللي انا موجود فيها، مناسبة هادية مريحة لمجال الرؤية بتاعي، ده بيأثر بشكل اساسي على الحالة المزاجية بتاعتنا. تمام، طيب الحالة المزاجية بتاعتك بقت مستقرة ومتزنة، بالتالي الانتاجية بتاعتك بتزيد. تمام، طيب ايه علاقة ده بده؟ الموضوع بمنتهى الوضوح ان انت لما في ظروف الحياة العادية، لما بتكون الحالة المود بتاعك مستقر ومناسب، بتبتدي الابيليتيز بتاعتك بتبقى ادائها في افضل حالة وافضل اداء لها بشكل بتقدر ان انت تحقق من خلاله. لو في تارجت معين، في تاسكس معينة بتقدر ان انت تحققها بصورة ناجحة وإيجابية. ننتقل لسلايد 5، هنبتدي نتكلم على نقطة مهمة جدا، السايكولوجي اوف كولرز. هل اللون بيأثر عليا من الناحية السايكولوجية ومن الناحية النفسية؟ طبعا، احنا ذكرنا في السلايد السابقة ان الكولرز كان بيأثر على الأداء بتاعنا. تمام، الحالة الأدائية بتتأثر باللون. طيب عشان ده يتحقق هنبتدي نلاحظ ان احنا من الناحية النفسية بنتأثر بدرجات الالوان المحيطة بها. طيب يبقى الـ color psychology provides insight to how people view the world from the perspective of their mood, emotions and even behaviors. احنا لما بنبتدي نختار درجات الالوان اللي احنا بنفضلها في اختياراتنا، ده ما بيكونش بشكل عشوائي. كل واحد الحالة المزاجية بتاعته، تمام، زي ما هي بتتأثر باللون، فهي اوريدي كمان بتبتدي انها بتفرض علينا اختيارات معينة لقراراتنا ولحياتنا ولسلوكياتنا والمشاعر وكافة وسائل التعبير المختلفة اللي احنا بنعبر من
خلالها. فلما نبتدي نشوف في سلايد 7 هنبتدي نلاحظ ان زي ما احنا بنختار درجات الوان معينة وحالة لونية معينة اللي احنا بنسميها الكالر سكيم، بنلاحظ ان الاختيار ده بينعكس على الايموشنز بتاعتنا، تمام؟ they have an influence upon our emotions. والايموشنز احنا بنعتبرها القوة الدافعة او الدرايفنج فورس behind decision making. انت حالتك الداخلية او السيكولوجية او النفسية بتتأثر بمجموعة من الأشكال أو الأشياء أو الألوان، وبالتالي ده بيبتدي بينعكس على اتخاذك لبعض القرارات. يعني لو أنت مبسوط بتلاقي ردود أفعالك أكثر اتزانا من أن أنت تكون منفعل ومتضايق. طيب لو أنت نايم كويس ومرتاح ومستقر وما عندكش أي مشكلة، هتلاقي نفسك على سبيل المثال لو أنت بتحل في امتحان هيبقى فيه قدرة على التركيز أعلى، تمام؟ في بعكس الشخص اللي بيكون في حالة من الاسترس أو الضغط أو عدم الاستقرار والراحة. طيب لو أنت كمان مستقر بتلاقي قدرتك على التركيز والاستيعاب أعلى. عشان كده مثلا لما تبقى مرهق ما تقدرش تركز كويس، دايما نقول إيه؟ ارتاح كويس قبل الامتحان، نام كويس قبل ما تبتدي تذاكر، عشان تبقى قدرتك على التركيز كلها في كامل استعدادها لتلقي المعلومة. ننتقل لسلايد 8. دلوقتي احنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي الاندستريال سايكولوجيستس، الناس المتخصصين في مجال علم النفس الصناعي. هو في حاجة اسمها كده؟ ايه علم النفس الصناعي ده؟ واقدر ان انا استفيد منه ازاي؟ علم النفس الصناعي الناس المرتبطة ببعض الصناعات والمنتجات المختلفة لما بيحبوا يسوقوا لبرودكت معين بيكون محتاج خبرة خاصة ان هو ازاي يقدر يفهم الجمهور او المستهلك ايه اللي ممكن يحفزه وايه اللي ممكن يجتذبه عشان يقدر ان هو يسوق المنتج ده بالنسبة له. فهتلاحظوا على سبيل المثال ان انت ممكن تلاقي بعض المنتجات اللي هي اوريدي معروفة بالنسبة لنا زي بيبسي وكوكاكولا وخلافه، هذه الشركات ما زالت بتقوم ببعض الحملات الى يومنا هذا، على الرغم ان احنا عارفين ان في بيبسي وفي كوكاكولا واحنا مش محتاجين نشوف اعلان له، احنا اوريدي عارفين ان المنتجات دي موجودة، ولكن ما زال بيتم دايما عمل نوع من التحفيز اللي احنا بنسميه subliminal catalysts، نوع من التحفيز اللا ارادي او اللا شعوري اللي بيخلينا نبتدي ننجذب لبعض المنتجات المختلفة. فالindustrial psychologists دول بيقدروا يدونا مسار او بلان نقدر ان احنا من خلالها نوصل لعقل المستهلك، وبالتالي تقدر ان انت تنشر البرودكت بتاعك بانتشار واسع. ننتقل لسلايد 9، وهو ده يمكن بيوضح اكتر الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في فكرة الاندستريال سايكولوجيستس. مكتوب عندنا ان you would be wise to consider the psychology of colors when designing your marketing materials. يعني الكلام ده يعني انا دلوقتي لما ببتدي project او business انا لازم احط سيكولوجية اللون قدام عيني وانا ببتدي بروج للبرودكت بتاعي او بعمل marketing plan. انت دلوقتي اي مكان بيقدم منتج او خدمة احنا بنعرف عنه ازاي؟ بنعرف عنه من كذا حاجة. اولا لو بتلاقي فيه بروشور او فلايرات للمكان، بتلاقي فيه ويب سايت او فيسبوك بيج، بتلاقي فيه بيزنس كارد، بتلاقي فيه بروشور، بوسترز، كل الحاجات دي هي الايدنتيتي اللي احنا بنبتدي بنعبر من خلالها على المنتج بتاعنا او البيزنس بتاعنا، تمام؟ يعني مفيش بيزنس بدون ماركتينج وبدون اعلان. ولكن عشان تقدر تنجح ده انت لازم اولا بتشوف اختياراتك للون اللي احنا بنسميها الهوية البصرية، ان انت بتبتدي ان انت بتعمل مميزات وسمات مرتبطة بالبرودكت او البيزنس بتاعك، ودي بتبقى حاجة كمان كده موجودة في كل الديزايننج يعني او الديزاين للماركتينج ماتيريالز اللي انت بتتكلم او بتعبر او بتعملها.
طيب الكالرز في الحالة دي الدور بتاعها not only to enhance the appearance of an item، انت مش بتجمل شكله وبتعمل شكله جميل بس، لا they also influence the behavior of the customer، يعني هي بتبتدي بتأثر على ال behavior بتاع مين؟ المستهلك. طيب you will do well to consider the impact that the color you use will have on your target audience. لما انت بتبتدي بتختار الكالرز بتاعتك، انت مهم جدا نبقى عارفين النقطة دي، ان انا مش مجرد بعمل حاجة شكلها جميل، لا ده انا بحاول اخطف عين الجمهور او اخطف عين المستهلك وابتدي اجذب انتباهه وابتدي ان انا اثر على البيهيفير بتاعه، اللي هو بستقطب قوة شرائية، بقوله تعال اشتري من عندي البرودكت ده. فده الدور الاساسي اللي بتقوم بيه الايه اي ماركتينج كامبين بالنسبة لاي بروجكت او برودكت جديد. ننتقل لسلايد 10، امتداد لفكرة برضو السايكولوجي اوف كولرز، وجزء ده موضع سؤال مهم جدا. في سؤال بيبتدي عندنا في السلايد: Have you noticed that the most fast food restaurants are decorated with red and oranges and warm colors؟ فكرة ان ماكدونالدز، بيتزا هات، KFC، كل او اغلب الاماكن بتاعت الفاست فود بيغلب عليها دايما الالوان السخنة، الاحمر، الاورنج، الاصفر، الالوان دي كلها، تمام؟ طيب هل ده له دلالات وله اثر؟ اه طبعا، احنا بالنسبة لنا في مميزات لاختيار الالوان السخنة. لو احنا بنتكلم على حاجة اوتدور، يعني لما تلاقي علامة زي ماكدونالد او علامة بلون سخن كده، وانت على هاي واي او في مكان شايفه من اخر الدنيا، هتلاقي اللون السخن ده هيجذب انتباهك وهتشوفه من على مسافات كبيرة. طيب انا بالنسبة لنا لما بنبص على المكان من جوه، هتلاقي ان الايدنتيتي بتاعت الاماكن دي او اي يعني مكان للفاست فود للبرانشز بتاعته بتبقى حاجة كومن كده، ان في الوان سخنة للمكان من جوه، لليونيفورم حتى بتاعهم وخلافه. ليه؟ الاجابة بتاعت السؤال ده مكتوبة في نفس السلايد: Studies have shown that red and orange encourage diners to eat quickly and to leave, and that's exactly what fast food outlets want you to do. طيب هو عايزك تمشي ليه؟ عايزك تاكل بسرعة وتمشي. ليه؟ لأن أغلب الأماكن دي لما تأسست في بدايتها كانت عبارة عن مكان صغير جدا، ممكن يكون فيه ترابيزتين أو ثلاثة، تمام؟ طيب أنا ككلاينت رحت قعدت، فضلت قاعد طول اليوم، طب ما في غيري عايز يجي يقعد، فهو عايز الناس تكون في حالة حركة مستمرة، ما يجيش يقعد ويضيع مكان على كلاينت تاني ممكن يجي يقعد ويعمل أوردر. فكانت البدايات إنه هو بيحط الوان سخنه، الالوان السخنه دي الوان انرجيتك، مش بتساعدك على الاسترخاء، يعني غير لما انا بقعد في مكان كل الالوان الوان بيجات والوان هاديه وجميله، هلاقي ان انا قاعد وحاسس بحاله من الراحه، بينما الالوان السخنه بتبقى الوان محفزه بتساعد الناس ان هي ما تقعدش لفترات طويله في نفس المكان، تبقى يعني حد هايبر كده وانرجيتك عايز يجي ويقعد، مش هيكون ألوان مريحة لي إن هو يقعد مستقر لفترات طويلة. يبقى أنا السؤال ممكن يجيني في الامتحان كده، ليه إن كل الأماكن أو أغلب أماكن الفاست فود بيغلب عليها اللون الريد والأورنج والوارم كولرز؟ هقول له إن studies have shown that red and oranges encourage diners to eat quickly and to leave, and that's exactly what fast food outlets want you to do. يبقى أنا كده جاوبت إيه على الأسباب اختياري للألوان السخنة والألوان الأحمرات. ننتقل لسلايد 11، برضو احنا كل ده بنتكلم عن السايكولوجي اوف كولرز. طيب زي ما اتكلمنا عن الاماكن بتاعت الفاست فود، هننتقل لنقطة مهمة جدا وهي لعب الاطفال. هل في حاجة سمة سائدة للعب الاطفال وكتب الاطفال؟ اه طبعا، هي ان كلها يغلب عليها البرايت كولرز. فيجيلي برضو سؤال تاني، يعني اللي هو have you ever noticed that toys أو books أو children books أو even children websites usually contain large blocks of bright primary colors؟ ده سؤال بيجي لي بهذه الكيفية زي ما هو مكتوب في السلايد. طيب هتلاقي كل الألوان واللعب بتاعتهم ألوان كتيرة جدا وألوان bright and primary colors. احنا primary colors دي هنتكلم عليها المحاضرة الجاية إن شاء الله،
ولكن هي الألوان الأساسية، يعني الأحمر الأصفر الأزرق، تلاقي الألوان واضحة وصريحة، وبرايت ألوان زاهية. طيب ليه الإجابة بتاعت السؤال ده إيه؟ In young children prefer these colors and respond more positively than they do to pastel or muted blends. الألوان الزاهية بتخطف عين الطفل بغض النظر عن قيمة المنتج أو اللعبة أو الكتاب اللي هو ماسكه. يعني ممكن يكون عنصر ملون ألوان زاهية جدا وملوش قيمة مالية عالية، يجذب انتباه الطفل عن حاجة غالية جدا ولكن لونها رمادي مثلا أو لونها أبيض أو لونها أسود. يبقى الألوان الزاهية اللي هي البرايمري أو البرايت كولرز هنا دول بيجذبوا انتباه الطفل، فالأطفال they respond more positively للبرايت والبرايمري كولرز عن الباستيل أو الميتد بلينز. الباستيل دي احنا بنقول عليها الألوان التباشيرية، يعني الألوان اللي تلاقي مثلا لون الأصفر مش أصفر فئة تلاقيه باهت، أحمر تلاقي اللون باهت، زي بالظبط أكنك معك صباع تباشير وبتكتب بيه، فما تلاقيش اللون بتاعه واضح وقوي وزاهي زي الألوان البرايمري أو البرايت كولرز. ننتقل لسلايد 13، بنتكلم عن حاجة أخرى أو نقطة أخرى بعد ما اتكلمنا عن السيكولوجي أوف كولرز، حاجة اسمها الفيجوال إمباكت أوف كولرز. هل الكولر ده له تأثير بصري علينا؟ هل إحنا ممكن الألوان دي يكون لها دلالات بتختلف من ثقافة لتانية؟ آه طبعا، كل ثقافة بتختار مجموعة من الألوان اللي بيكون لها رموز ودلالات تاريخية بالنسبة لهم. فبنلاقي مكتوب قدامنا إن الـ visual impact of any given color can vary from one culture to another. طيب أنا دلوقتي ممكن ألاقي في بعض الحضارات، على سبيل المثال الحضارة المصرية القديمة، كان اللون الأصفر واللون الأزرق من ضمن الألوان اللي لها قيمة تاريخية هامة جدا عندهم. بعض الدول بتكون الألوان معينة لها رمز للزي عندهم أو لها رمز للأعلام بتاعتهم، فاللون له دلالة ورمز قوي جدا وهام جدا جدا. تمام، في مجالات السينما والدراما والمسرح كان الخير بيترمز له باللون الأبيض والشر بيترمز له باللون الأسود وهكذا. فننتقل لسلايد 14، هنتكلم على سبيل المثال عن بعض الدلالات الخاصة ببعض الألوان لبعض الثقافات. فعلى سبيل المثال في المجتمعات الغربية اللون الأسود بيكون رمز من رموز الوفاة، يبقى in the west black is associated with death، بيكون مرتبط به حالات الوفاة أو الموت وخلافه. الفينرال كولرز في آسيا بتكون ألوان غالب عليها اللون الأبيض، بينما in ancient Egypt كانت لونها أصفر. يبقى أنا عندي في المجتمعات الغربية in the west black is associated with death but funeral colors throughout Asia are white and in ancient Egypt they are yellow. يبقى في الحالة دي أنا بقى عندي موضع سؤال تجيلي complete أو بتجيلي صح وغلط. الغرب اللون المرتبط بالوفاء ايه؟ في اسيا ايه؟ في مصر القديمة ايه؟ الغرب اسود، اسيا ابيض، مصر القديمة اصفر. وتقدروا تتخيلوها حتى يعني ايه ان مصر القديمة يعني بما اننا بيئة صحراوية فاللون الاصفر هو الرمز الغالب علينا، فيمكن ايه حاجة زي كده هنت تبتدي انها تفكركم بالاختيارات دي. طيب زي ما اتكلمنا ان في بعض الالوان بيكون لها دلالات بتختلف من ثقافة لتانية ومن مجتمع لاخر، في بعض الالوان نقدر نقول ان هي لها دلالة ورمز واحد وثابت بالنسبة لنا. يعني في سلايد 15 بنتكلم عن لون الاخضر. تمام، اللون الاخضر دايما رمز للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، فبنقول دايما وده موضوع سؤال ان green is the most frequent color in the natural universe and the second most popular favorite color choice. ايه ده؟ يعني هو في ناس بتميل لاختيار او نسبة كبيرة من الناس بتميل لاختيار اللون الاخضر كتاني اختيار. طب اول اختيار ايه؟ ده بقى بيختلف من شخص لتاني. يعني لو في كذا شخص قاعد فبنسألهم انت ايه اللون المفضل عندك؟ كل واحد بيختار اللي عايز احمر اصفر ازرق. عادة
عادة وليس بنسبة 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا، الناس بتميل لما تقوله طب اختار لون تاني بيميلوا لاختيار اللون الأخضر، اللي هو من الألوان المريحة المرتبطة بالطبيعة والهدوء والسكينة وخلافه. وفي نفس الوقت هو رمز للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، أي مبادرة مرتبطة مثلا بإعادة التدوير وإعادة المخلفات والطاقة النظيفة تلاقي دايما اللون الأخضر هو رمز الإيه للموضوع بشكل أساسي. ننتقل لسلايد 16، برضو من ضمن الألوان اللي بتكون لها تأثير مشترك باختلاف الثقافات هي الألوان السخنة، يعني الريد والأورنج واليلو، دول من الألوان اللي بيدونا دايما إيحاء وهمي بالدفء. يعني لو الألوان سخنة بتبقى حتى لو ده مجرد لون بيديك احساس بدفء المكان، يبقى الكالرز او الوارم كالرز الريد والاورنج واليلو كرييت ان illusion اوف وارمز، بيديني دايما احساس بالايه وهمي بالدفء. فده موضع سؤال مهم. طيب احنا عاده بنعتبر ان اللون الاصفر هو لون مبهج ولون جميل، فهنلاقي في سلايد 17 بنتكلم ان يلو ذا كلر اوف سان، يعني ساين اوف جود لك والبوزيتيف فيوتشر، دي السمات العامه اللي مرتبطه باللون الاصفر. ولكن هنلاقي في سلايد 18 ازاي ان اختلاف درجه من درجات اللون قد تغير من تاثير احدى الالوان علينا بنتيجه عكسيه. يعني هنلاقي في سلايد 18 بنتكلم ان الاصفر ده هو color of sunshine associated with joy, happiness, energy، كل الحاجات الإيجابية اللي ممكن نتخيلها، وبيدينا يعني effect بالدفء رائع جدا والmental activity، كل الإيجابيات اللي ممكن نتخيلها. ولكن shades of yellow، يعني كنا بنتكلم عن اليلو، ولكن shades of yellow يعني لما بنبتدي نضيف اللون الرمادي when gray is added they are visually unappealing، بيبتدي تفقد حاجة من اللون الأصفر القوي المبهج، وبيبتدي they lose cheerfulness، تمام، بيبتدي اللون يبقى كئيب، they represent caution, decay, sickness and jealousy، يبتدي اللون بقى يديني إحساس بالحذر والترقب والشك والغيرة، بيتحول لنقيض تماما من اللون المبهج الجميل اللي موجود. يبقى أنا ممكن أجيب لك سؤال وأقول لك إن shades of yellow دول بقى ده color of sunshine و represent happiness و energy وكده كده، يبقى أنا في الحالة دي إجابة غلط، لا أنا بتكلم عن اليلو غير shades of yellow. ننتقل لسلايد 19 في جزء مهم جدا، جملة بتكون موضع سؤال. احنا لما اتكلمنا عن اللاين في المحاضرة الثانية قلنا اللي هو الـ first basic element of art، هو الأول element بنبتدي عليه أي design وأي artwork، بينما الـ color is the most vital and expressive element of design أو of element of art. يبقى التاني line first element بينما الـ color most vital and expressive. طب انا لو جبت لك قلت لك ان الكالر از ذا فيرست بيزك اليمنت اوف ارت تبقى اجابه غلط، يبقى الكالر هو موست فايتال اند اكسبريسيف. طب ليه؟ هو بمنتهى البساطه ات افكتس اس سايكولوجيكالي وفيزيكالي. احنا طب سايكولوجيكالي فهمنا الموضوع ده انه احنا اللون ده له انفلوينس علينا بشكل كبير. طيب ازاي فيزيكالي بقى؟ انت دلوقتي زي ما قلنا ان انت من خلال تاثير اللون عليك psychologically و emotionally ده بيأثر في البيهيفير بتاعك، وبيأثر في الاتيتيود، بيأثر على البرفورمانس. يعني احنا بدأنا ننتقل من حاجة لا شعورية لأداء فعلي انت بتترجمه لأرض الواقع من خلال بقى ممارسات ومواقف وقرارات وإلى آخره. سلايد 20 في تصنيف مهم جدا لأنواع الألوان. انا عندي الألوان الوارم كولرز زي ما اتكلمنا هي الألوان السخنة اللي هي الأحمر والأصفر ونتاج المزج بتاعهم اللي هو الأورنج واليلو أورنج والريد أورنج، فدي الألوان اللي هي الدافية أو النارية اللي بنعتبرها وارم كولرز. بينما الكول كولرز أو الألوان الباردة فهي الألوان المرتبطة بالأخضرات
الأزرقات الموف والأزرق المائل للإخضرار وخلافه، يعني نتاج مزج الأزرق والأخضر والموف وما يشتق عنهم من ألوان. ننتقل لحاجة اسمها نيوترال كولرز أو الألوان المحايدة. الحاجة المحايدة لما بنقول لشخص ده شخص محايد يعني ما خدش موقف معين، فالألوان المحايدة هي كده، لا هي سخنة ولا هي باردة، ولكن هي ألوان بين البنين اللي هي الرماديات ومكوناتهم اللي هو الأبيض والأسود. يبقى نيوترال كولرز هي البلاك والوايت والجراي. ننتقل للسلايد رقم 21. لما بنتكلم عن الكولرز وارتباطها بالانتيريور ديزاين، اي اختيار للكولر على سبيل المثال في احدى الغرف هو بيعكس حاجتين، اولا بيعكس شخصيتك انت ككلاينت، وبيعكس المود اللي انت عايز تخلقه في هذه الغرفة. فاحنا بنقول ان each color عموما reflects personality of a client و reflects mood of a room. فانت لو شخص بتحب الالوان مثلا سبيل المثال السخنة، هتلاقي دي شخصيتك، وبتلاقي ان المود بتاع الغرفة بيبقى مكتسب حالة اللونية اللي انت مرتبطة بشخصيتك بشكل اساسي. ننتقل لسلايد 22. في زي ما اتكلمنا ان ارتباط الضوء باللون، ففي سؤال مهم جدا عن درجة الضوء ومدى تأثيرها على الايه درجة اللون. فبنقول ان level of illumination affects color، درجة الاستضاءة بتأثر على اللون. احنا قلنا في السلايد الاولانية خالص ان بدون ضوء مفيش لون. طيب هنبتدي ناخد الموضوع ده بصورة او بجملة فيها تفسير اكتر. فبيجي لي سؤال في الامتحان ان level of illumination affects color، explain، اشرح لي ازاي. فالاجابة عندنا ان color may become dull with too little light، الضوء او اللون عندنا بيبقى معتم لما يبقى مفيش ضوء واضح بالنسبة لي، بينما too much light can wash out a color، يعني لو الضوء بقى عالي جدا جدا بتبتدي تضيع قيمة اللون. يعني مثلا بنشوف فيلم سي مثلا عادي جدا، وبنلاقي مثلا حد بداخل في غيبوبة او في حالة اغماء، فبتلاقي الاضاءة عالية جدا قوي جدا في الشاشة بيبقى قدامنا، لدرجة بتلاقي ان ملامح الشخص بتبتدي انها تتوه مش متواجدة. تمام؟ انما بيجيب لك مثلا في فيلم اكشن على سبيل المثال اضاءة عالية جدا بيسلطها على شخص او على وش شخص، بتلاقي لون البشرة مش باين. تمام؟ يبقى انا عندي level of illumination affects color، ازاي؟ ان الكولر may become dull with too little light، وبينما too much light can wash out a color. اخر سلايد هي سلايد 23. ده تصور مجرد للاطلاع لمجموعة من الألوان المقترحة اللي ممكن تكون مناسبة لغرف في المنزل. فهتلاقي مثلا الغرف اللي المفروض فيها نوع من الراحة لفترات طويلة زي مثلا غرفة النوم living room، الأوفيس حتى لو في فترات انت هتشتغل فيها لفترات طويلة، هتلاقي دايما ألوان هادية وألوان باردة، ما تبقاش ألوان ساخنة. بينما تلاحظ ان الدايننج روم والكيتشن دول واخدين الألوان السخنة عشان تتوافق مع الكلام اللي احنا قلناه ان ده أماكن انت المفروض بتقعد فيها لفترات بسيطة جدا. ودي يعني تصور مبدئي لتوزيع هذه الألوان. بكده احنا انتهينا من جزء من الكولرز اللي هي المحاضرة الستة، وإن شاء الله امتداد الكولرز هناخدها في المحاضرة السابعة بإذن الله. ولو في أي استفسار يعني نقدر إن احنا نتواصل مع بعض، وإن شاء الله يعني تكون المحاضرة بسيطة بالنسبة لكم. شكراً.